إذا كان في الدنيا مصدر الأنوار هي الشمس، فمصدر أنوار العبد يوم القيامة هو نوره اللي استقبله من ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا. ربنا بيقول في القرآن: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وسيدنا ابن عباس بيقول: النور ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فالهدي النبوي اللي نزل من ربنا سبحانه وتعالى هي أنوار ربنا، وعلى قدر استقبال العبد من هذه الأنوار على قدر ما لن يبعث يوم القيامة في الظلام، إنما أخرته هتبقى منورة. ويحكي لنا ربنا مشهد الأنوار: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم قدامهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. ثم ينتقل بعد كده القرآن معانا في سورة الحديد لقصة الضلمة، لناس رفضوا طريق النبي عليه الصلاة والسلام فلم يستقبلوا الأنوار من رب العالمين. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. استنوا، عايزين نمشي في النور لأن الضلمة موحشة. الإنسان لو عايش في قصر ضخم مليان بالتحف المبهرة، لو الدنيا ظلمت يتقلب القصر الضخم ده لقبر موحش ويختفي الجمال حين تختفي الأنوار. وكذلك اللي معاش في نور ربنا سبحانه وتعالى تختفي أنواره يوم القيامة. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. أنوار الآخرة هي الأنوار، المعاني الجميلة اللي استقبلتها من ربنا سبحانه وتعالى، هي الصدق والأمانة والعطاء والبر، هي أركان العبادات اللي كان بينزل من ربنا سبحانه وتعالى فيها أنوار، هي مخزونك لأنوار يوم القيامة مع رحمة ربنا طبعا اللي هي فوق كل شيء. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. في اللحظة دي يحصل مشهد: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة تجاه الناس الطيبة، وظاهره من قبله العذاب. ثم يتغير اللغة، ينادونهم، هم من شوية بيقولوا انظرونا، دلوقتي بينادوا، ينادونهم وكأن السور ده فرق ما بين الناس يوم القيامة. ينادونهم: ألم نكن معكم. أنا حاسس أن هي زعيقة، عشان كده ربنا قال ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا بلى. ثم يجي النسق القرآني الباهر في بيان ربنا مش عايزك تعمل إيه. قالوا بلى، أيوة كنت معانا، كنت يمكن معانا في شركة واحدة، أو ساكنين في منطقة واحدة، أو بنسعى على الأرزاق في مصدر واحد، أو يمكن حتى أكلنا من طبق واحد. قالوا بلى، كنا مع بعض، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الحقيقة الكبرى اللي في الكون حقيقة اختيار العبد، فتنتم أنفسكم. ده اختار الكرم وانت اخترت الإيذاء، ده اختار الستر وانت اخترت الفضح، ده اختار التوحيد وانت عبدت الشجر والحجر، ولكنكم فتنتم، اخترتم الفتنة، فتنتم أنفسكم وتربصتم، يعني سوفت، قلت بكرة هبقى كويس، وتربصتم وارتبتم، حالة من الشك بيخش فيها الإنسان. يا ترى كلام ربنا جايب همه؟ يا ترى وصايا ربنا في رسالته في القرآن تخلي الإنسان يعيش سعيد؟ يا ترى لو اهتديت هضحي بحاجات هي أجمل من المعاني الجميلة اللي بيعيشها الإنسان المهتدي مع ربنا؟ وارتبتم وغرتكم الأماني. أنا هتصرف، أنا هبقى كويس، أنا عارف أنا بعمل إيه. اللغة دي مش لغة العبد الفقير إلى الله اللي بيقوله زي ما النبي كان بيقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، رفش أعمل أي حاجة من غيرك وما عنديش أي ثقة إلا فيك، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. جي يوم القيامة ربنا بيقول: وغركم بالله الغرور، يعني الشيطان هو اللي فضل يزقكم ويأخركم ويخليكم تسوفوا لغاية ما جي أمر ربنا سبحانه وتعالى. وقفنا بين إيدين ربنا في مشهد ربنا بيحكيه في الدنيا عشان ما نبقاش من أهل الضلمة، نبقى من أهل الأنوار. لكن أجمل ما في القصة الآية اللي جت بعدها، قال تعالى بعد هذه الآية اللي بتفصل ما بين أهل النور وأهل الضلمة: قال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ده خطاب المحب، لو إحنا قلناها لبعض بنقولها بعشم، مش آن الأوان إحنا نرجع لبعض بعد طول خصام، ولما ربنا يقولها من فوق سبع سماوات بيقولها بحب، بيقولها بلطف، بيقولها بقرب. بحكي لكم النهاردة عن الضلمة والنور
علشان ترجعوا لي، ولما ترجعوا لي مش هيستفيد ربنا سبحانه وتعالى لما العباد ترجع له، اللي هيستفيد هو العبد اللي هيعيش في الدنيا مغمور في أنوار الله، فيبعث يوم القيامة تحت لواء سيد الأنوار صلى الله عليه وسلم.